وخان ايه بتأمر خان. طلعت انت وابو يارو اصدقاء؟ لا ما في مشكلة، انا وابو خالد اصلا رفقة وما في بيناتنا شيء يعني، بس هذا السبب بكل هالقصة ابو جطل. ايه ابو جطل هو اللي بده يفكر. قري ايه ابو جطل اظني احكي معك. لا 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 كلمة ابو خودي حكي كلمة. اي مرحبا سيدة ابو سلمى، معلمنا شلونك؟ احتراماتي شلونك؟ اهلين اهلين شلون يخليك يا رب الله يسلمك. انا الدبي يعني ايه، بس يعني ممكن اقول لحضرتك شغله يعني بس انا تعرف منو خالي؟ خالي مصيول يبيع غنم. تعرفوا ما تعرفوا خالي؟ تريدوني طيبين؟ معقول ما بيعرف مصيول؟ معقول ما بتعرف مصيول لك خالي؟ ماشي ماشي باي باي، سامحك كرمال لانه ضحكته. مين هذا مصيول انت؟ ضحك هذا مصيول خالي. احكي لكم نكته على خالي؟ ما نسيت النكته؟ اي والله. تعرف؟ اي في موضوع مهم لازم خبرك اياه قبل ما اروح. ابو خالد اسمع، عشان انت تساعده خليه يعرف شو بده يقرر. شو؟ لاني نحن هلا صرنا بمفترق طرق. اوكي شو صاير؟ شغلت لي بالي. الشركة بلشت امورها تتشربك. اي شركة؟ شركتنا؟ اي. والله وانت لازم حطك يعني حطك بالصورة عشان تعرف تتصرف، مزبوط ولا لا يا ابو؟ والله عم تحكي الاصول يا استاذ شادي. انا لو ما بعزه بجي بقول له هالموضوع؟ اعوذ بالله. عم احكي له اسرار انا. للامانه والله يا استاذ شادي انت زلمه طيب. اي والله اي والله. وكابر وراقي يعني، عندك في عندك بتترك مثل ما بقولوا للصلح مطرح. يا عيني عليك. فبرافو عليك يعني، اذا هيك كل هالشيء الزلمه ابو شطل لهذا الدرويش المعتر قلبك عليه فاصول انك تنصحه. بتعرف يا ابو خالد؟ انت رجال والرجال قليل. والله على راسي وال بقول لك عليها بعدين. ايه ابو جطل. ايش نسوي؟ اسمعني منيح. الشركة بلشت امورها تتشربك. فهمت علي؟ معلش احكي له الحقيقة ولا تاخذ لي اياها مزحة. لا 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 انا مشان هدي له الصدمة. لا لا احكي له لا تضحك، لانه اذا ضحكت وبعدين جيت حكيت له هذا الخبر يعني مشكلة. اخوي ابو جطل قال له ايه والله اسمع اخي، نحن صار في عنا مجموعات بالشركة، ما عاد حدا يشتغل مع التاني. شلون مجموعات يعني؟ اسمع عصابة. ما عاد حدا قلبه على حدا، ما عاد حدا قلبه على الشغل، كل واحد اللهم نفسي. ايه انت بدك تصير مع المدام اللي معي من الاخير. بس يعني المدام صاحبة الشركة. المدام رح تطير، اليوم بكرة رح تطير، ما رح تطول. يعني وانا ممكن اصير، لسه ما مبين، بس انا جيت خبرك من هلا، المدام بلشت تتورط بصفقات، تتورط مية قصة، أما أنا لسا ماني متورط بشي، والمدام ما في حدا وراي. أنا في حدا وراي. فأنت قرر وفكر، معك لبكرة، معك لبعد بكرة، المهم فكر، حطيته بالصورة، أنت شاهد يا أبو خالد. طبعاً. عشان تساعده بالتفكير بهالموضوع، أنا بدي أروح لأني تأخرت عن مشواري. إيه. بدك شي يا أبو جطل. كثر الله خيرك. كثر الله خيرك أستاذ شاوي. كثر الله. خلص حرج. بدك شي يا أبو خالد. سلامتك بس وأنت طالع ما تحكي. ماشي. أوكي. الله معك حبيبي استاذ شادي. الله يا ابو خالد. الله يحميك ويوفقك يا رب. الله معك. خلص حاج. الله معك استاذ شادي. ابو ما وصلك للدار؟ لا لا خليه. اي الله يسلمك الله يسلمك. سلم لنا على الجبل. اي على راسي. على الجبل. انت وخالد. بعدين انت يا ولد. لا لا خالد ما تحكي لي عنه. لا خالد خالي ولا شيء، لا خالد ما سلمت عليه. لا هذا اسمه جلبته ابي اعرف، انا بسمعه بالتلفزيون بقول ابي اعرف. شو بعرفني انا من اللي خالي؟ انا لي خالي ابي اعرف. اي قطعت قلبي الله يقطع قلبك وقلبه، انتوا اثنين اكثر من بعض كبره. يا ولد يا ولد يا ولد اتلو عليك وعليك. لك يا ابو شطل بقول لك المثل، ان لم تكن ذئبا فانت حيوان اخر. هذا المثل والله والله يسكت وتركني انا عندنا في يمكن في نهايه سمعت الكلام يقول لك المدام ممكن تطيرني وانا يا اقول معها يا اقول مع المدام وما نعرف ايش اسوي وهذا غير الصاير معي اليوم يعني صاير معي شغله لحالها طفره الروح. اوف 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 هدي سلامتك من الاخ شبك مثل مرت المرحوم عم تشكي وتبكي خير فضفض احكي لي شو صاير معك؟ اخ الازمه طلعت الناس من حقيقتها وظهرت الناس والناس طلعت من جلودها وبينت على حقيقتها بهالازمه.
عفوا اذا سمحت اذا سمحت اخوي ابو جبل لا تشمل الكل. لا لا استنى استنى بلا ولا اعرف ايش صاير معي وبعدين قول لي لا تشمل الكل. طب احكي لي شو صاير معك خيو. طيب بتعرفوا هذا ابو مازن عشان فتح كشك براس الحارة؟ ابو مازن ناغر عرفته؟ اب كموني هذا البخيل اللي بيحلب النملة اللي يقطع عمره شو ذكرك فيه؟ يا عين علي ايه؟ ابو كمونة ايه؟ شفته اليوم يا سيدي. وين شفته؟ وين شفته؟ كان معدي بالصدفة قدام البناية. هو ابو كمونة؟ اي ابو كمونة. وين شو ايه شو شو ابو كمونة اللي مو عاجبك عشان ايه؟ يحلب النملة مباراتك ايه؟ جايب سيارة هذا بورها وجاي لابس بدلة والنوب فوق كلها قال عدى وانطاني اكرامية شكله 1000 ورقة شال 1000 ورقة وبيقول لي هيك هاي لوجه الله واعطاني اياها. لحظة شوي البدلة اللي لابسها طقم قصدك؟ طقم 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 اخو اخته وراكب السيارة من هي يا غالي اقول لك انطاني 1000 ورقة بعرض اختي انطاني 1000 ورقة يقول لي هاي لوجه الله ذكة اكرامية ابو كمونة 1000 ليرة بحالة؟ 1000 ليرة بحالة لو فوق هذه شنو؟ قال شو يقول لي انا بطلت اشتغل وصرت اشتغل بالعقارات وسكرت الكشك وبدي اعمل بنايه وبس تكمل البنايه هاي ارقامي وطاني كرت هذا الدوش هاي ارقامي مشان شو قال اتصل فيه لك سباب شباب ايه شباب هو عم يحكي شو بدك تقول لي اتصل فيه مشان حتى الناطور بالبنايه انا اشتغل ناطور بنايه ابو غمونه اجلت اروح اجل عليه وارجع قبل ما تدفل عليه يا ابو جطال حرام تظلم الناس يا اخي حرام تظلم الناس يا اخي ان بعض الظن اثم ان بعض الظن اثم بلكي هذا الزلمه ورتان له شيء ورثي عن اهله ابوه امه يعني يا اخي انت ليش دائما انه عارضه الموضوع له علاقه بشيء مو صح يا والواحد عمره 85 سنه تقول لي ابوه امه طول عمرنا عارفه ابو كمونه ماله غير اخته هاي الساكنه بالحاره الاخرى وحتى اخته هاي بزورتها عايشه منين بده يرد قال لك الورثه قال لك شو هاد؟ لك شو هاد؟ هاد كان ناقص بعمره ما نزل هيك رقم بشركتنا هلأ على دور الأستاذ سعد صار هيك فينا؟ عن جد هزولات؟ طولي بالك مدام محلولة إن شاء الله لك شو المحلول؟ شو المحلول؟ لك لكن صارف لأحد العملاء 300% على حريق بيته؟ هذا حكي هاد؟ لا والله هذا غباء وما بيسكت عنا أبداً 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 ما انا ما راح اسكت له انا بدي ورجي انا بدي ورجي له السعد علي سعوده علي سعوده والله تقبر قلبي على القعده وعرجولي يا سعوده شادي شو بدك من الاخر اعطيني ايه وبلا هالمكولك تبعك اللي بتملي فيها ساعه اعطيني من الاخر شو بدك لا لا انا عم تتهمني بالمكولك يا سعد انا صديقك هيك عم تعمل معي اصلا مو الحق عليك لا يا اسفاه يا اسفاه مو الحق عليك حق علي انا يلي اعتبرتك الصديق الصدوق شادي اذا ما اعتبرني الصديق الصدوق بوسه لايدك تركني بحالي خليني اعرف ركز بهالمعامله ايه لانه اذا ما ركز بهالمعامله راح انحال على التفتيش اوكي انحال مين ماسكك يعني شادي بلا غلطك ايه يا اخي انحال روح يعني ما بدك شادي خلاص اصلا انا عم بحس حالي غريب بهالشركه وما حدا صديقي قررت اضل لحالي أنا كيفني أنت منيحة؟ أنا منيح أنت كيفك؟ منيحة تمام. سعدون؟ سعدون؟ ما بترد السلام عم نقول بونجو. لولا مشانه لله تركيني بحالي إيه تركيني بحالي ما بدي عيد الديباج اللي أنت لشادي فهمتيني؟ أيوة ليش شو قلت له لشادي؟ سر مرحبا. تعي بالله هذا جن نظامي هذا صار بده مشفى مجانين هذا شوف شلون عم يحاكي حاله قال لك شغله هذا معدي مو لحاله هذا متورط هذا متورط شوف متورط متبهدل اموره مهلبيه ولي هذا اموره ابدا ما يجازله بيبي شو متورط ما متورط المعامله هي في ايده عم بهلوس فيها هذا ذكرني برفيقي رفيقي بزمان اسمه رامي كمان جده فتره معدي مو لحاله تورط عنده رفيقين عنده رفيقين واحد اسمه يوسف واحد محمد لك والله مو زابطه والله مو زابطه
شو هي المظابطة؟ قل لي أنا بلكي بقدر بساعدك، بتضل صديقي الصدوق. لك شادي بي شو بدك تساعدني؟ تفضل تفضل أستاذ شادي تفضل. هاي المعاملة مخرج من عندي من جهاز الكمبيوتر وهي مرفوع فيها مبلغ مضاف للمعاملة مو بخط إيدي. والله رح فوت بالحيط، والله ما بعرف شو ساوي. طول بالك، اسمع لقلك، اسمع بميتين ليرة بتنحل شادي مشانه لالله بلا بواسطك. ايه طيب اسمع خلص 325 شادي. والله انا محاول ساعدك. خلص شو بك؟ 500 بتنحل. اوه شادي مشانه لالله عيطني، مشانه لالله بوس ايدك يعني هات ايدك. خلص امر بوس ايدك، سيبني بحالي يا زلمه، ما عاد تعرف شو ساوي بحالي. عم اقول لك متورط، عم اقول لك تفتيش، عم تفهمني؟ خرب بيتك من حالك، شو مساوي فيني؟ يخرب بيتك من حالك. ايه وانت انت ليش ما منتبه انه هاد مو توقيعك؟ ما انتبهت وقت وقعتها؟ لك هي سرقه، سرقه يا شادي سرقه. لا لا انت كنت اكيد شاريت. قليله قليله. اوه يا شادي انت اذا عم تفهم علي. شو استاذ سعد وين كان مخك عقلك وقت اللي كنت عم بتساوي معاملي؟ اكيد مع حبيبه القلب. لك رولا انا خرجي حب، خرجي حب، انا خرجي حب، الله انا خرجي حب، عملكم فيها تفتيش وفي فيها ولي عليكم. لك شو شو مساوي بحالي انا؟ شو مساوي بحالي؟ لك تركوني بحالي، خلوني اعرف اشتغل، تركوني بحالي. رح اجيب لكم يخرب بيتكم، لسه بدوني حب وغرام مثل شو؟ ترمي كل مشا صايع، لسه مشا صايع، بدوني حب وشو غرام يا زلمه. شو بدك تحكي بايدي؟ شو بدك تحكي بايدكم من حالكم؟ شو مساوي؟ مو حبيبي ما عاد تحكي بايدي، هلا اكتشفت السر الخطير. لك هذا عطاري بدون مش صغير يا تدخل تحلي في ابني. والله والله هلا شو شو اسمع اسمع لك اسمع. الا المهم اكتشفت انه هو مو حبيب لك. عليك وعلي مصائب قوم عند قوم فوائد، طلع مو حبيب. يا ابني يا سعد بعرف شو رح تقولي يا مدام، رح تساليني بخصوص ال 300% وانه شركتنا لها 10 سنين وهي محافظه على ميزانيتها وما لازم اصرف لاي حدا مبلغ كبير. انا بعرف هذا التصرف ممكن هذا الشيء يوديني ليتو طول ليتو. طيب ما زالك حافظ درسك، ليش مخبص هالتخبيصه؟ والله ما بعرف يا مدام اذا رح اقول لك رح تصدقيني ولا لا، انا مالي اي علاقه. ايوه والتوقيع اللي على اذن الصرف هذا هو اللي مجنني. شو قاعد لي؟ انا بطلت اشتغل، صرت اشتغل بالعقارات وسكرت الكشك وبدي اعمل بنايه، وبس تكمل البنايه هاي ارقامي وطاني كذا كذا قدو هاي ارقامي مشان شو قال اتصل فيه. لك سباب شباب ايه 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 شباب هو هو عم يحكي هو عم يحكي شو بدك فيه اخوي تتصل فيني مشان حتى الناطور بالبنايه. اني اشتغل ناطور بنايه ابو ضمونه، اجرت اروح اجري عليه وارجع. قبل ما تدفن عليه يا ابو جطال، حرام تظلم الناس يا اخي، حرام تظلم الناس يا اخي. ان بعض الظن اثم، ان بعض الظن اثم، بلكي هذا الزلمه وارتال له شي ورثه عن اهله ابوه امه. يعني يا اخي انت ليش دائما انه عارضه الموضوع له علاقه بشيء مو صح؟ يا ول واحد عمره 85 سنه تقول لي ابوه امه؟ طول عمره نعرفه ابو كمونه، ماله غير اخته هاي الساكنه بالحاره الاخرى، وحد اخته هاي بزورتها عايشه، منين بده يرد؟ قال ورث الورثه. قال طيب يا اخي بلكي بياله شي شفت ارض هذا اللي كان يحكي لنا عن عليها بالضيعه. شفت الارض تبع الضيعه؟ يعني شفت الارض تبع الضيعه؟ اذا كانت بابرمانه ما تجيب له محضر بنايه. محضر بنايه هذا تقول لي شفت ارض وما ادري شنو هو، بس انا عارفه هو ما بعرف، هو باع شغله ثانيه انا عارف شنو هي. اوف شو هي الشغله؟ باع ضميره. شو؟ ايه باع ضميره، لانه هالساعتين بهذا الوقت الاحمدي الضمير هو اكثر واغلى شيء ممكن ينباع، وهذا الزلمه باع ضميره. لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. وانت يعني انت متاكد انه باع ضميره؟ اللي متاكد انه باع ضميره ولحق هالساعتين كل الناس باع ضميره، فهمت علي؟ وما ضل حدا، ما عاد حدا رحم حدا، لا عاد لا التاجر رحم ولا الموظف رحم ولا اي حدا رحم حدا، الناس كلها صارت كل واحد يبيع ضميره وياكل الاخر. حتى المدام؟ المدام؟ المدام من قبل الأزمة باع ضميرها، أصلاً هاي المدام لا عندها لا إحساس ولا عندها حتى يعني مشاعر ناحى الآخرين، يا أخي كل الناس صارت هيك، الناس انقلبت 180 درجة، 180 درجة انقلبت الناس. طول بالك، طول بالك، إذا سمحت، إذا سمحت، إذا سمحت يا أخوي أبو شطل، بليز. شنو؟
بليز بليز خليني اركبك يا ولد الساعه كان وقتك ولك عم بقول بليز يعني من فضلك اذا سمحت يعني ايه لغة يعني ايه بس عم حاول رقيق ايه رقيق ايه رقيق وعبيد هاي دارسينها بالابتدائي اتمكن كمان لك اخويا لا والله دارسينها تحرير ولا رقيق لك هذيك غير شغلي غير شغلي هذاك شيء المهم انسى ايه خلينا ابو بطيخه ابو كمونه ما راح بابو كمونه ايه يا اخي لا تشبل يمكن اخي في ناس لها معها مصاري ان كان بالازمه ولا قبل الازمه اخي ما بتعرف منين جابوا مصاريات اذا سمحت لك تشمل كل لك الكل في ناس ما باعوا ضميرها انت ليش عم تجزم انه الكل باعوا ضميرهم يا ولد مثلي والمثلك ما عندهم اصلا مصاري مشان هيك ما عندهم ضمير للبيع فهمت علي؟ لانه احنا لو عندنا ضمير للبيع بعنا بس ما عندنا مصاري بس هالساعتين اذا احنا تغيرنا وصار عندنا مصاري لنفترض هالساعتين فرضا انه اني مثلا سحبت ورقه يا نصيب وصرت غني ساعتها ابيع ضميري انت؟ اخي لا انا بشك بهذا الموضوع انت زلمه ابن اصل ومربع وما بتعمل لك يا ابو شطر شفت؟ المثل والمثلك ما يبيعوا ضميرهم بس المشكله الناس الناس اللي باعوا ضمير هي الناس الغنيه الناس اللي عندها مصاري باعوا ضميرهم وباعوا يعني تعرف تعرف لو ابو كمونه هذا كان معتاز كان نقول والله باع ضميره على انه معتاز بس مو معتاز ابو كمونه مو معتاز لك يا اخي ليش يبيع ضميره؟ ما يصير يبيع ضميره لك يا اخي انت ليش تركت العالم كله ورح تطلع لي ابو كلب؟ شو بدك فيه انت؟ مو بس هو هالساعتين تعرف انت نفسك انت ها انت نفسك ممكن تبيع ضميرك انا؟ اي تنكر هالساعتين اذا صح لك تنهش بشي حدا هيك وتمصمص اعظامه او هيك مثل الكلب وترميه ها تنكر انك رح تسويها؟ فعل الله ولا فعلك يا زلمه طول بالك اعوذ بالله الحمد لله نحن مربيين على احسن تربيه وانت بتعرف اهالينا ربونا على الاخلاق والمبادئ والقيم اكثر من هيك ما عندنا ونعم بالله ونعم بالله يا ابو خالد بس والله الفقر قاسي الفقر بقولك الفقر ما بتعدى على حدا ابوي معلش بالاخير الواحد عزة نفسه فوق كل شيء لك يا ابو جطل والله العازه العازه صعبه صعبه يا ابو خالد صعبه العازه يا اخي مش سهله بقولك يا اخي مالك اكرم من ربك ونعم بالله ما لك أكرم من ربك يا أبو جطل الله يرضى عليك طول بالك بس أعرف شغلك أقول لك شغلي بصراحة يعني بعد ما هذا الحكي اللي حكيته كله أنت أنا خايف خايف من شنو؟ خايف تبيع ضميري أنا أرجع ضميري أنا يوردحني أنا أموت من الجوع أموت من العتمة أموت من البرد أموت من الفقر أموت من أي شيء يا ولد يضعف إيماني ولا أبيع ضميري يعني يا ولد ما أبيع ضميري يا ولد والله برافو عليك لأنك فعلا مربى وبن أصل تعرف فعلا فعلا أنت يا أبو شطال ما في مثلك شكرا صار مشكورا نعرف بعض يعني ما تعرفني أنت لا أنا بعرفك بس بصراحة يعني أنه حبيت أتأكد ما زالك تعرفني شلون تسألني سؤال يعني أبيع ضميري أو ما أبيع ضميري لا لا مو هيك ما تفهمني غلط يا أخوي أبو شطال بس يعني من باب الفضول اخي اعتبرني غلطه وغلطه والمسامح كريم وانت زلمه ما في مثلك وبس المشكله بتعرف شغلتين انه نحن يعني منحوسين نحن بدنا نضل درويش ولدنا درويش وعشنا درويش وبدنا نموت درويش بالاخير منفوز بالاخر غير هيك ما بطلع بايدنا وانا بتضايق ليش هذا باع ضميره وليش هذا جاب مصاري من هون وهذا من يصطف له وما لك علاقة بالعالم أنا ما سويت لك أقوم أسوي لك قهوة والله يا أبو شطل المبيحة بدنا سؤال إيه والله ما عندنا قهوة بلا الله على رأسي يا أبو شطل أقول لك ما زال أبو شطل اليوم رايح عند أهلها إيه نام عندي بلا ما تروح نشب نام هني أحضر رايح نشب نام حط أصبر اسمه المكيف هذا شغال والله والله هذا المكيف أنت أعرف اشتري واحد منه بالخيمة لأبوي تتركه بالخيمة يا؟ والله يدفي دفيتش الآن يا رجل ناس تدفي العنز فيه؟ اي والله أدفيك ودفي العنز فيه أنت والعنز واحد خلاص نعم طب أنت ما عندك شيء عم جدر؟ خلاص راح بنزول التلاية عم جدر وفتحنا ونزل قلب لك ان شاء الله بيقبرني الامبوزه ايه خلص ولو فردها يعني شو دفعته من جيبتها لا ما دفعته من جيبتي بس مو ناقص يصير عيل كبت من الناس ويقولوا عني انه انا حرامي مختلس ايه الله يصلحك يعني بعدين تعال هون كلهم كم ليره علي كلمه راح يقولوا عنك مختلس بعدين يعني بدك تختلس وتختلس اختلس شيء على القيمه
يعني يا انسه رولا انت مصدقه انه انا حرامي ونصاب ومدري شو من هالكلام اللي عم يطلع علي؟ يعني هلا اذا الكلام صحيح صحتين على قلبك رولا بدي عد لثلاثه ما لاقيكي بخلقتي طلعي برا المكتب نصيحه سمعتي شو قلت لي؟ صديقي الرائع ليش معصب؟ معصب؟ ايه بدي اعصب مش فارق بدي اعصب تعا اسمع رفيتك رولا شو عم تقول يا استاذ؟ شو عم تقول رفيتي رولا؟ قال شو؟ مصدق انه انا مختلس وحرامي؟ لا يا عيب الشوم كل شي توقعته منك الا هي شو رايك؟ يا عيب الشوم انت عم تشكي هيك بصديقنا سعد؟ لك هذا صديقنا سعد هذا انت عم تشكي فيه؟ على فكرة يا اسفاه عليكي انت مشاعر الصداقية خفاني عندك مشاعر صداقية؟ ايه لك نحن صديقنا سعد عم نشوفه كل يوم اكثر من اهلنا عم نشوفه اكثر من العالم من رفقاتنا من احبابنا انا وسعد وصلنا لمرحله اكثر من رفقه وصلنا لمرحله الصداقه والصداقه شيء مهم في هاي الحياه نحن لازم نكون مثل السيف بظهره لسعد لما حدا يقول عنا مختلس لما حدا يقول عنا مختلس او شيء لازم نكون مثل السيف بظهره ونقول له لا هذا سعد وندافع عنه مو نصدق العالم ونقول له انت فعلا مختلس بس اخ اذا ما بعرف مين هالواطي هلا صرت تحب رفيقك استاذ شادي اخ انا من زمان بحبه ولو نحن بنتخانق ونتناقر بس عادي مصارين بالقلب تتخانق وترجع صحبي بس إذا ما بعرف لك مين هالواطي يلي ورطك هالورطة أنا ما بكون شادي رح تشوف موضوع اللي تحكي مع خالة اسمع لا تخاف أنا مثل السيف بظهرك بتليفون واحد لخالي بنهي الموضوع كله والله يا شادي أنت ما في منك سمعتي شو أقول شادي؟ والله يا شادي أنت رجال وعجبتني ومثل بعض جماعة يا سلام تتهنوا ببعض يا مشيت ألو مرحبا ببيع كيفك؟ إن شاء الله خير حبيب القلب كيف صحة طمني؟ احلى معلم والله عواسي يا ولد بدي اسالك والله هذا المشروع الجديد اللي مستلمه حضرتك وعم تشتغل فيه هو ما فهمت انه في شقق طابق اول في شقق طابق ثاني في 60 متر في 80 متر في ابلي في طابق شو ها فصل ايش فصل لا اله الا الله كم ما في شبكه شو عم يصير معه هذا هلا انت فيك تساله طبعا بقى فهم لك منه طبعا لا هلا انا موضوع الشراء مو ضروري هلا بس يعني انه قلت اذا تنورت على الاسعار الو اي سيد راسي كيفا لك والله فصل مو من عندي ما عنده شلون عواسي يا ضوء عيوني ايه كنت عم بسالك على البنايه الجديده المشروع اللي عاملينه شقة اليوم من يعني من الأخير شو الأسعار عندها؟ ايه متر؟ ايه متر 250؟ كتير مو كتير؟ يا حبيبي يا دولار؟ يا حبيبي والله بعد قلت لك دولار قلت له أنا هلا قلت له لا ما في شي والله عم بحكي هون في زلمة طيب صار هيك صاحبي عم بحكي أنا وياه عواسي يا ربي عواسي يعني 60 متر 20 متر ماشي مو مشكلة بنحكي الموضوع الله يسوى أمرك يلا شو؟ 250 متر يعني بعشرة من 20 متر بطلع الشقة شي 8 مليون يمكن والله ما عاد عارف أنا عشان خبت سنتر هذا حكينا بس يعني الغلا مو طبيعي اليوم هلا نحن إذا صار شي أنا أنت ما في غيرك أو معروف هو اللي بده يشتري خلص أنا جاهز خليك إياك يا رب يعني الشوي غالية كتير أما إذا بدك تبيع البيع ما في ليك بس بدك تبيع ايه يعني صراحة ايه السوق ميت ما حدا بيحسب لك اياها شيء لا لانه ما في شوي يعني ما حدا عم يشتوي بعرف اليوم كله عم عمي ويعني يعني شو بدي اقول لك يعني ما حدا ما في شوي
اذا فكرت تبيع ما في ما في اسعار. ايوه فيعني انا مضطر اني استاذن يعني انت ما بعرف شو. لا لا دي لا بس لحظه شوي طول بلا شو لا استلح بس لحتى نشوف قصه القهوه. لك تعال تعال طول يا ابو لبي طول ما بصير ما بدي قهوه ما بصير ما بدي قهوه. طيب ما بدك مصاري قهوه بس مصاري مصاري ايه يلا معلش جيبهم الله يكرمك. يلا بس جيب لك المصاري. انا اخذ لي اني غليت السعر لك القهوه جاهزه عندنا. لا بس عامل لك انا عن جد تارك تارك جاييني جاييني زبون بعرف في عندي محل لقطه لقطه بأربعة مليون اخلوا معك 4 مليون 32 متر وبشل بشل بشل ابو معروف. تاكد اذا بدي اشتري شيء مالي غير ابو معروف. طيب ما شاء الله عليك قهوه ما بدي جيب المصاري وتعال يلا. طيب يلا بس ما معقول ما نضيف بدك يا طول بالك يلا وجيب لك المصاري طري يلا يلا شو هذا ابو لبيب يا حبيبي الله قاعد ساعه ياخذ ويعطي بده يشتري بده يبيع هو عادي لي ليش بدي اشتري من عندك شيء باخذ بيع من عندك يخرب بيتك يخرب بيتك من حالك شو جاب والله من اول ما شفتك معد معد يخرب بيته ولا هذيك مرته الثانيه صار لي ساعه ما عرفت تجيب القهوه يا قوي ضلي ضربتكم تضربوا انتم واللي اجركم. وين الموظف سعد؟ شو بدك اخي طول بالك والله ما بدك غير العصبيه. كيف ما بدها العصبيه؟ وموظف صغير مثل سعد ينصب علي؟ ايوه هلا سعد ساوى معك هيك؟ ايه سعد هو بذاته طول نصب بقى. علي وقت الميزانيه وقعني عليها وقت الصرف ما صرف لي منها شيء. طول بالك اخي ما تقول الا اجى سعد وانت تفاهم معه ايه؟ صباح الخير نور. صباح الخير. يا اهلين شو بدي استلم؟ ليك هذا الموظف سعد؟ لا مو انت سعد. كيف بقى سعد؟ انا سعد. لا مو انت سعد مو هو سعد. شلون مو هو؟ مو هو يعني والله ما عنا بالشركة غير سعد واحد سعدين ما في. لا مو هو. تروا لبينا بونجور بونجور اهلا بالشو. هذا هو سعد. ها انت سعد؟ انا شادي. لا سعد دقيقة متأكد؟ طبعا هذا هو سعد بذاته. تأكد تأكد اخي هذا شادي. هذا هو سعد بذاته. متأكد؟ طبعا هذا انت شادي. يا شو صاير؟ يخرب بيتك يا شادي يخرب بيتك شو ساوي؟ شو؟ شي ناقص ما لي يعني دمشق صبرا على البلوى دمشق صبرا على البلوى كانه مسروق اقول وقد ناحت بقرب دجاجة. لا كيف دجاجة؟ دجاجة يا بي شغلة ناقصة بي شغلة ناقصة. شنو هالشغلة؟ ما شباب فوت 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 ناقص. ليه ناقص ليش هالطلاب؟ ولي يا اخي مو انت ناقص ماني فاضي لك ضحك هسه مستني شغله. خير ابو شطر احكي لي شو بدك شو ناقصك شو لازمك لعيونك والله ديبك انا بس قل لي انت بس ليش هيك معجق الغرفه معديه كلها دخان ليش هيك؟ اخ يا ابو خالد اخ سلامتك سلامتك خير صار لي ساعتين قاعد ايه اريد اكتب بيت شعر مثل الخلق ما قاعد يكتب معك يعني قهوه وشربت دخان ودخنت ايش ظل انه في شيء ناقص يعني ما قاعد يجيني الالهام في شيء ناقصني يعني اذا ليش انت 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 تكتب شعر؟ انا اللي اكتب شعر الله يرحمه يعني كنت اكتب شعر والله يعني ربعي ما يصدقون انه لي من كثر مو حلو يعني انت كنت تكتب شعر؟ اي اي اسمع هذا توني كتبته من شوي ها نعم اسمع مرك العنز جنبي وانا غاد ايه ما شفت معاها التيس انعاد بعد يعني ايه كمل ما قاعد اعرف اكمل بشي ناقصني بشي ناقصني ولك يا ابو شطن يا ابو شطن هذا الشهر له ناسه ايه له اهله ايه له يعني ناس شغلتهم هالشغله انت يا دوبك يعني يا دوبك يا دوبك سقفك كلمتين والثالثه بتضيع منين لما صرت تعرف تكتب شعر؟ والله اكتب شعر بس اني ناقصني شغله اني يعني
يعني أنا تعرف شنو صار معي؟ يعني بي 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 شيء يعني ناقص. ما قاعد يطلع الشعر. أول كان يطلع الشعر. أيوة. يعني تعرف ربعي كانوا أقسم بالله ما أقولهم إنه الشعر لي. أقولهم هذا شعراء. نسبهم شعراء هذا الشعر. ليش؟ ليش؟ لأنه ما يصدقون إنه لي. أيوة. يقول يغنون واحد بالقهوة. عندنا واحد بالقهوة والله يضرب الموال. يعني كل موال يعني ما يوم يقول لك لتجاسم يا محلى مطلعه. أيوة. مثل قرقور الغنم زارب على كراعه. الله يصدق حتى البدو يغنون على الرباط. الله اي والله. الله. ولا تعرف اخرى ايه يقول لك امو يا جاسمو يا لابس اللواحه تشبه سلوق الراوي وتنطيله تشلبلاحه ويغنونها. عاشت الاسامي. انا كنت اكتب يا ولد. يعني فعلا في شيء من الشعر وال يعني بيسموها المعاني والصور الشعريه الجميله اللي عم تحكيها انت، يعني كلاب وقطط وجرادين ومدري شو. يعني في 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 صور شعريه وفي تنميع، في نوع من ال بيسموها هي بالرتابه. بتعرف هي الرتابه اللي عم تحكي عليها انت؟ شغلات انت ما خلص تفهم، بس عم تحكيها هي تطلع معك. نظيفه الرتابه هي، عارفها ننظف ونرتب. ايه هاي اللي عتقول عليها. المهم بس اشتغل بالشعر. ايه بس انت يا ابو جطل، يعني انت من ايمت؟ طيب تعال اقول لك شغله. ايه اذا انت من زمان صار لك عم تكتب شعر، ايه يعني ايمتى بلشت معك هي اول بيت شعر؟ يعني في شيء كان يذكرك؟ في شيء كان يعني ملهمك مثلا؟ يعني مثلا هلا انا شكلي طلع على شكلي مثلا، ممكن تتغزل فيني اذا ما بطلع معك شعر؟ طلع طلع بأحلامي. يعني هسه انت بتصير ملهمي مثلا؟ يعني انت ملهمي الشعر طبعا. أيوه. انت اذا شافك الواحد تبع الشعر يضرب يا اخي. يعني بلا 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 اخي، ممكن مثلا اختي ام جطل، بغض النظر مين من كانت بتشبه مين، ايا كان الحيوان اللي بتشبهه ما عندنا مشكله. أيوه. بس اكيد كان في لها تاثير هائل عليك. ام جطل والرجال قليل والنساء قليل. أم جطل كتبت لها قصيدة أقولها. إيه. براطم الجمل. مين؟ براطم الجمل كأنهن براطمج. أم جطل هاي؟ إيه براطم الجمل كأنهن براطمج، يا ماشية على المي يا تجيني يا آخذك. إيه وهلو أوه وقالوا هلا تأخذها خطيبة وصارت كونة وذابحوا عندها مشان هلا. هذا البيت شعر لأم جطل؟ إيه لأم جطل. عم تتغزل بالبراطم؟ هسه تغني، هسه قول لأم جطل شنو هي البراطم؟ قول لها هي براطمي. أم جطل ما عندها براطم، أم جطل عندها برندة. احنا البرندة سميها براطم. والله والله الله يخليك ولا بعض. بس طالع أقول لك شغلة مشان أنا أسهل عليك. يعني أنت طالما بدك تكتب شعر وتفوت بهذا الجو بهذا المود وتعمل هي القصص، ايه انت هلا مؤهل انك تشتغل هي الشغله؟ يعني بالاخير انت شغلك مو اولى من هذا الحكي كله والهلاك الفاضي؟ تعرف لو انه هالشعر يطعم خبز ما اشتغل غير شاعر. بس ما يطعم خبز الشعر. انا من نعومه اظفاري اكتب شعر، مو يجي يقولون اظفاري. يعني من نعومه اظفاري من واني عجي هذا قدي، والله العظيم عجي هذا قدي اتلاعب جنب المي أقول الرجال اكتب شعر وكلهم قصيد والله العظيم. بس ما عاد يعني بيشيل طار احساسي يعني ملهم طار. طيب هو انا يعني قهوه وشربت دخان وشربت لطم ولطمت ضرب وضربت ما قاعد يمشي الشعر. طيب انا بحاول اذكرك وساعدك بلكي لعل وعسى يطلع معك. شو تفكر؟ يعني اذكرك بالملهمات اللي كانت تساعدك. وين ملهمات؟ روح سوي لي قهوه. روح سوي لك قهوه. اختكم شطل ممكن. ايه بروح اسوي لك قهوه. بس شو رايك مثلا اذا مثلا صوت بياع الغاز كان ممكن يلهمك؟ هذا الوقت براس الحاره غاز 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 ممكن يعطيك الهام للشعر. عيد غاز 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 يعني ها قربتها غاز. لا مو هو بس بيني وبينك يعني بلشت عندي الموهبه بهذا الاحساس يعني من بعد الازمه. يعني لازم شيء له علاقه بالازمه. يعني قبل الازمه ما كان يجيك؟ يعني مو كثير بس هذا الاحساس بعد الازمه. بالازمه تعمق اكثر. ايه طيب بياع المازوت طنبر المازوت
مو قلت شو؟ مظبوط. لا 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 مو المظبوط مو المظبوط مظبوط ايش؟ مظبوط طيب مو المظبوط. طيب شو رأيك إذا قمت هلأ عملت لك فنجان قهوة؟ ليه؟ ممكن إلهامك يرجع يتجدد من أول وجديد؟ هاك سوي لك قهوة تكرم عينك. آخ آخ شنو صار؟ يعني ليش ما قاعد يجينا بلها؟ طيب بنعيد البنت يعني مرت العنز جنبي وانا غاد. إن شاء الله كل سنة وانت سالمة يا ست الكريم. يا غالية انت يا أمي اشتقت لي كثير يا عمي والله اشتقت لي. شو بعرف يا عمي مقصر معك والله بعرف اني مقصر معي بس شو ساوي يا عمي والله ضغط شغل. شو لا امي لا حبيبي لا بكره من الصبحيات من طلعت الضوء بتلاقيني بوشي. ايه يا امي تسلمي لي يا غاليه انتبهي على حالك يا امي. ايه بحبك كثير يا امي دعي لي امي. اوكي باي 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 باي. صباح الخير. أهلين أبو الشوت. كيفك أبو الشوت؟ تمام الحمد لله. شو بك يا زلمة ليش معصب؟ مو معصب بس هيك معكر مزاجي شوي. كشادي أنت على طول هيك بالضبط؟ مالك شايفني اليوم مبسوط هيك وعم بغلي غلي وأنت ما بعرف شو بك؟ الحمد لله مبسوط بس شو اللي باسطك؟ يا سيدي كنت عم بحكي مع أمي. لك تقبر قلبي شو مشتاق لها، تقبر قلبي شو مشتاق لها. بتعرف شو؟ وأكثر شيء هيك خلتني ما أحس في حالي لما قالت لي انه الله يرضى عليك يا ابني. يا الله يا امي شو مشتاق لك يا اصلا. بتعرف شيء؟ ما في اغلى من امي. ما في اغلى من امي قشو. الله يخلي لك اياها يا رب الله يخلي لك. تسلم لي يا ابو فوق تسلم لي يا حبيبي. ايه ابو لبيب شوفت عينك احلى من غرفه النوم ها؟ يعني بلا تشبيه احلى يعني حلو كثير سامي كحلي وابيض. شو بدوش وما دوش وشغلي على كيفك شغال بوداية مغسلة مهاي بانيو فرشي والبيت في عربي كمان يعني كل شيء يعني كل شيء كامل مكمل على كيف كيفك ايه منيح تمام ايه لا ظريف اكيد تمام ظريف ما هو شيء شوف لفرجيك الصالون يلا تفضل لأبكم وحلو شو أكلنا انتي هبلا شيء ليه حدا بيجيب لأمه قلم حمراء سعدو يعني ليش ما اجيب لاني قلم حمرة يعني بعدين ماما يعني بعد صبية وشباب خليها تحط حمرة وتتغندر وفوند ومسكر وكحلة يعني وين المشكلة؟ وينك يا شادي؟ ليه ما عطتني رأيك بالغاب اللي جبتن لماما؟ لا حلوين حلوين مبروك بالهنا ان شاء الله بعدين عادي خلي تاخذ لها قلم حمرة تاخذ لها مسكرة شو ما بدها تاخذ لها يعني بكفي نحن عم نهمش دور الام يعني الام شيء مقدس في الحياة خليها تعيش حياتها بكفي قضت حياتها عم تتعب معنا خديلها ايه قصير يا جماعة والله انا محتار شو بدي اخذ لامي شادي كافي تقوم معي والله مالي خلق معتذر لك بدي روح بدي اخذها لامي على ذوقك يا حبيبي شباب والله عذرني والله مالي خلق شادي فيك شيء؟ لا لا سلام تعال شادي معقول تخشر يعني ساعته بهيك طلب؟ اخس 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 يلا تكرم عينك تفضل لك احلى ابو الشوت يا الامهاتكم عليكم ويا الماما علي وينك يا أمي؟ دائماً بهرب من أني أتذكرك وأتذكر حميتك بس كيف بدي أهرب وحميتك وروحك عايشة جواتي؟ نيالك يا سعد نيالك يا رمل نيال كل حدا عنده أم هلا عم تحتفل فيه وعم يحتفل فيه وبيروح بينام فيه ما بتنام لأنه بتخاف عليه لا يبرد حتى تغطي آخ من هالدنيا ليش وصلنا لهون أنا ما بدي لا مصاري ولا بدي شغل ولا بدي واسطة لك حتى خالي ما بدي إياه
يجي لأي حدا ياخذ المصاري وياخذ الواسطة بس يرجع